قبل مئات السنين كان اهتمام الباحثين والدارسين منصباً على اللغات المعروفة فقط، ولم يكن للهجات نصيبها من الدراسة أو البحث. والأمر هنا لا يقتصر على اللغة العربية ولهجاتها، ولكن على كل لغات العالم. إلا أنه وقبل بضعة عقود بدأ المهتمون بعلوم اللسانيات التبحر في اللهجات المنبثقة من اللغات السامية وسواها، فأصبحوا يبحثون في لهجات العرب ويضعون اليد على نقاط الاختلاف وأوجه التشابه بين لهجة وأخرى، ما جعل بعض اللهجات يحوز الانتباه ويحظى بحصة الأسد من الدراسات والبحوث. كلمة صاب. عندنا المصاباه البدو، المصاباه يوم تقابل الشمس الناقة ولا الصبح ولا العصر، وصاب النشان يوم تحطه وتضربه بالبندق، اثنين وصفين. التوفيق يعني يقول لك الإنسان هو عمى لكنه صاب أو وصل لهدفه. الراعي كذلك صاب المرعى، يعني هي اللي قصد منها أنك أنت أصبت المكان اللي أنت تقصده أو اللي أنت عاني له يعني. كلمة صاح. صاح ويصيح، يصيح يعني ينغق، يصيح يلحقوا على يلحقوا. إذا صاح الطفل حد يقول تعالوا الفلان، الولد يصيح أو صاح أو كلمة بعد يجيبون أو طاح، يعني واجب وطاح ثلاثة مرتبطة، صاح ويصيح وطاح مرتبطة ثلاثة دفلي. هذا على الولد أو حتى رجل عود أو فلان طاح فوق الدقل، فلان طاح على الإبل أو فلان طاح من على النخل، هاي كلمة مرتبطة الثلاث. صيح يزقر، يعني واحد ممكن تكون بعد يقول لك لو ان يقول صاح، يعني صاح من كثر الوجع، صاح لا ربع ينادي ربعه يزقر ربعه، فهمتني؟ هاي كلمة الصياح يعني، فهمتني؟ كلمة صاروج. صاروج طال عمره قبل الحين في عندنا في راس الخيمة حق النخيل يحطون العومة اللي هي الجاشع، أول دخول لشتاية العومة هاي يأخذونها بالنخيل يحطونها حق في الحيضان يسمونه الصاروج، وإذا ما وجد يأخذون اليرور اللي هو ولد الولد، لكن يأخذون الكبار يعقون داخل الحوض مع الماء ويسجون عليه، لكن ما في مكاين على الثور يسجون ويسمونه الصاروج. هذا جاي وفي شيء عوال اللي هو الشرط، العوال الأخير الشرط الجوبان هاي مقرون بعد فيها اثنين، هاي كله يسمونه الصاروج. رقيطي هذا يسمونه الصاروج. صاروج طول عمرك عندنا في الإمارات، أحيانا الصاروج ممكن يطلق له اسم منطقة، كل منطقة لمنطقة تختلف. بعض الناس مثل صوب العين يترك عليه يترك اسمه يسمى فلي، الأفلاي اللي يمشي فيه الماي. وفي الإمارات الثانية كلمة الصاروي يعني إيش؟ يوم يكون عندك ينتهي الموسم والناس تحط الجاشع في وسط الحوض على أساس أنه إيش تحوله كنوع من أنواع الأسمدة، فيسمون الناس صاروي، فهمت؟ فمن منطقة إلى منطقة يختلف المسمى. نتكلم من يصوب العين بعض الناس تطلق على كلمة صاروي يعني الفلي، وبعض الناس تطلق على كلمة الصاروي في البيئة اللي شو اسمه على أساس أن الأسماك الموضوعة في وسط أحواض الأحواض الماي واللي على أساس أن تروي فيه النخيل. كلمة صافي. الصافي نوعين، صافي عربي وصافي صنفي. صافي العربي أتي صغيرة وضربته إذا ضربت الإنسان فيها سموم أكثر من العودة. صافي الصنفي هذا اللي هي العودة العريضة ما يكون في الغبيب في علين النيوة، يعني لا يكون البحر 14 15 16 باع. الصافي الصنفي على الأقواع ولا الحوف، الصافي العربي اللي هو صغير هذا. فالحين في تربيع أعتقد موجود في العاصمة أبوظبي في دبي وفي مقيوين أعتقد في موجود صافي لها، ولكن الصافي الصنفي ويبون الحين صافي الصنفي الكبار يبون باكستان بعد في كبارتين، لكن الصافي العربي موجود وأحسن في الأكل. كلمة صالحني. نوع من الملابس قبل اي نوع خضر واصفر ويعني يسمونه صالحني، هذه قبل، لكن الحين ما شيء موجود. اعتقد الحين عندنا شيء يمكن عقب ما تخبر راوي كان شيء موجود منه. ولا مو صالحني لباس من الملابس النساء الاولين. كلمه صاله.
صار له طال عمرك شايف صار له سمكه فيها نوع من البياض اكثر وتي عريضه وتي حرجه صغير وتي من عقف الظهر كذا يلزق ها مستقيم الى فوق الظهر وهنا العظم هذا طالع فوق وتي عريضه واكثر ما تكون الحين هذا علينا نحن اول دخول الشتاء اتي وثيما مرافقه ويلتنعد اللي هو تنعد هاي الصاله يصغر لكن كل ما كبرت ألذ والحلج ماله صغير ما بكي دلوقتي هاي الصاله من البحر نوع من نوع الاسماك. كلمة صالونة صالونة يا زمان الصالونة صالونة أيام زمان طبعا هي المرقة وأكثر أيام الزمان الأولي يستخدمون الصالونة ليش؟ لأن يوم يكون أحيانا لحلة جليل يكثر في الصالونة ويكثر البصل ومن أشهر أنواع الصالونة كانوا الزمان الأوليين كل بيئة من بيئة تختلف يعني صالونة كباب صالونة الابياح حتى صالونة الحواسيم اليوم أيام الصيف أكثر شيء تكثر صالونة الحواسيم فالجيران الطبخة صاحب البيت وراح يكبر الجدر هالكبرى وحط لج هذيك رؤوس البصل والطبخات الأولية على فكرة ما يستخدمون الدهون لا لوم اليابس والشغلات وجلاقينا شو اسمه وبعدين لكل يار من ياران ترى سليم ملة وحط لي حزتين سمك وطرشت لهاي الصالونة. كلمة صاية صاية الصاية طول عمرك أول نحطها تحت السيارات وتطلعنا عليها الرمل مخبقة يحطونها تحت التاير يوم يغرس ويطلع عليها يسمونها الصاية والصاية هاي شيء يعني حديدة مفتصلة يقولون صاية. كلمة الصباح أو الصباحي هو صح يسمى مثلا حبل يسمى الصباحي هذا اللي دوران حبل يعني إذا دور الدقال أو دور الفرمن لأن الفرمن إذا الفرمن يمبي سار دار الهواء اختلف دار الهواء من يمبها يدور قال دور صباحي قبل اللي هو يعدل السفينة أحد يسمي الشرت بعد في مسمى الشرت وفي صباحي لكن الشرت أضبط مكونه لأن ليش حتى هناك فين هنا شرت يا ماندي الله عوين الدقل يعني إذا دار الشاع من اليمين واللي هو منه أول ما يدورون الشرت وخذوا على الشرت علشان يساعد الدقل على الميلان على يكون إذا ترسل هو الصباح مثله لكن اللي أكثر للدور الشرط. كلمة صبار 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 ما هو واحد واحد صبار شجرة وواحد صبار مثل التمر يحطونه في الصالون. كلمة صبر أو صبرة صبر أسود يأكلونه ويحطونه حق الحفاه الناقة يوميك فيها صوب ولا شيء يحطونها في الحفاه وتسلم والصبر يعني الصبر. كلمة صبور صبور هذا نوع من نوع الأسماك طال عمرك نحن نسميها يوافه في من بضبي ودبي والشارج وعيمان ومقيوين وراس خيل وجير سميها يوافي ولكن اخوتنا في الكويت والعراق واكثر ما يكون في البصره يسمونها سبور مثل ما تفضلتي هذه سبور طال عمرك هي اكل طيب لكن كثيره العظام عظام فيها وايد وفيها وزن مثل ما قلت لك مره احنا ابناها ما يعني ما نبيعها لا وديته لكن كان اخوه من البصره ينشرون عندنا وعازلينها ضلعين السمك والسمك نبيع بالوزن قالوا لنا ليش عازلين قلنا ما نبيع قالوا بيعوا يعني كان حاله حال السمك ونحن عازلين ليش ما نغشهم يعني قلت ما يمكن يعني سبورهم عندهم سمكه مقدمه ولكن احنا هنا قليل اللي استعملها. كلمه صحله سحله السحله طول عمرك الطاشه يقولون سحله. كلمة الصخة الصخة طول عمرك أم الهواء يوم تصخ
ولا العرب يوم يكونون يسولفون يسولفون بعدين سمعوا شيء وصخوا، قالوا صخ. كلمة صخام، الصخام يوم تحرق الحطب وبعدين تخليه يبرد، أول حنا نبيعه أول هني في الدار ذي، الصخام نحرق الشجرة ويوم تغدي فحم نحثي عليها بالرمل، يوم الصبح يجون يقشونه داخل الكياس ويروحون به يبيعونه، يسمونه الصخام. الصخام اللي هو يستعمل صنع الصخام معروف، يصنع من 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 السمر، من الغاف، من الجز، يعني هذا الصخام، من الميز. أقدر بعدنا إحنا في رأس خيمة يصنعونه للضوء، حق الهواء، حق يسوون أكل يوم شيء قليل، حق القهوة، حق الخبز، حق القيمات، حق الخمير، حق كل شيء يسوون عليه العصيد، يسوون عليه الخبيز، يسوون الصخام. ما شي غنى عن الصخام، ما شي بيت قبل ما في صخام أبدا. مثل ما البصل موجود، علماء يقول الأولين في كل مطبخ رأس البصل موجود، كذلك الصخام موجود في كل بيت. الصخام اللي هو اللي احنا نسميه الفحم الاوليين، وكان الاول الصخام معظم البيوت هم بنفسهم يسوونه، كل صاحب بيت بروح يسوي صخام مخصوص البدو، لما تورين ضوء والضوء عباره عن حطب، نتيجه بعد ما يعني تنتهي الضوء وكل حاجه يظل عندك اليمر، فاليمر يدفنونه وينطفي وبعدين يجمعونه يحولونه كصخام. الصخام طبعا استخدامات كثيره، في ايام الشتاء يستخدم للطبخ، يستخدم في البيوت على الكوارات على السنه يسوون من يخبزون عليه، يستخدمون حق الدخون هذا الصخام يعني فهمتني، يستخدمون حق الكي، يوم واحد مريض ولا شيء قاعد يحط الصخام وحط الميسم عليه وزمر الضوء عليه فهمتني، وانا من الناس اللي انكويت من هذا الصخام ايام زمان وايام شبابي يعني. كلمه سخيف، سخيف يا حليل، سخيف يعني الانسان الرقيق، اما ما صخ ولا سخيف يعني كلمته واطية وعلى الشكلين، وريان مدب يقولون فلان سخيف يعني لين عند العرب. كلمة سخنين أو سخين، سخين، سخين هاي نوع من أنواع أدوات اللي تستخدم في الزراعة، وعبارة عن يرتبون في اليلبات أو يرتبون في الأحواض، وفي مصطلح بعض الناس يتكلمون في بعض البيئات يقول أن هذا بيل وبعضهم يسميه سخين فهمتني كيف أنت. لا هذه أذامن أدوات للحرث وبنفس الوقت للترتيب تستخدم في الزراعة. كلمة صداع، هذا ثلاثة أنواع، يودر وقباب وصداع وتبانة. التبان صغير حد يسمي صدى، تبان حد يسمي خليصي، هو يستوي صدى، القبابة رمادي لونها، الصدى يجيها أخضر ولون أبيض في البطن، لكن تي أمزر من القبابة وكثيرة الدم في جسمها، حتى في ناس أكثر في الأكل يفضلون القبابة الصدى. ليش؟ لأن القبابة من يجي الليخ على طول تموت، الصدى لين يوصل الليخ المره يتضارب الدشم يعني. الله يرحمه حتى خبرنا شيب عمي غانم ضاغين، ويا واحد يسمون القال ضاغين يظنون يسبون حبال عقبة الغبة، يقول يوم يت الليخ فيه فتح يعني عيون لكن انتين من قصات، يقول حسبت وانا حسب 40 صدى طلعا من هك، يقول يوم يا القاز يقول قال لي غانم شو تسوي ايش بتحسب، قال لا حفص طلعا من 40 صدى، عقب بتقول خيط وربطه، يوم ربط الخيط بنت عليه في الطريق. كلمة صدر المركب، مركب أبو حن عدة مسميات، نحن عن المركب هذا من الحديد، أما نحن نقول سفينة، أما جابون أبو عندهم هني الأبغال، عقب الأبغال يتلو أبوام، الجالبوت، السنبوك، الصمعة، الشاحوف، الماشوة، هذه الأسماء الخشب. لكن مثل ما قلت لك يعني أول ما يسمعون السفينة يحطون البيس، يعني السفينة كم طولها؟ 40 فوت، لازم البيس 40 فوت اللي يقوم على السفينة، أول يصبون على الأرض يحطون القبان يوم يعتزل حطوا ميل الصدر اللي هو هذا موجود، حطوا ميل التفر نأخذ العصبين ما يخوز اللي هو الأستاذ،
يوم يخلص حط المالت، المالت اللي هو اللوح بداية السفينة مثل ما تقول قواعد، يوم يحطون المالت وثاني مالت نسير عنهم الأساس خلاص، بعدين يمشون عليها. السفينة الصدر هي مقدمة السفينة، يعني كل شيء في قدام، الخراب في الصدر، البومية هاي في الصدر، الدستور في الصدر، التلب يوم يعقون الخراب يتلف في الصدر، فنطاس مال الماء في الصدر اللي يخدم يوم يشورون، صريدان اثنين صريدان يختلف، صريدان الغوص في النهار في التفر، في الليل يشلون ود ونص، صريدان السفر اللي الخشب اللي تبحر من الإمارات إلى العراق لنقل التمور مثل الأيام وصدر إلى كينيا، زنجبار، صومال، عدن، ودون تمور من الإمارات، هاي صريدانه وفي الصدر ثابت. هذه السطر طبعا الصدر ممتع أكثر من التفر، عليه مسؤولية. قلبي هيا زوير ونقلبي هيا زوير، 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 ونقلبي هيا زوير ونقلبي هيا زوير، قلبي هيا زوير ونقلبي هيا زوير، ونقلبي هيا زوير، هيا راس الحد هيا لطابت راس الحد 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 هيا لطابت راس الحد هيا لطابت راس الحد هيا لطابت راس الحد هيا راس الحد هيا ديربا يا مالا ديربا ديربا يا مالا 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 ديربا سمج واتشيل سمج خادم واتشيل مثل شعبي من قدم الصحن كلا من قدم الصحن كله يعني أول قدمه للضيفان وبعدين راعي البيت كله كل عشاء خشارهم وكل عشاء يقول الصحن مشكلة من هلا يعني يوم بيضيف كل شوي وقام يوهل البيت واللي يواع وكلوا لكل كله قالوا الصحن يشكي من هلا كلمة صدمة صدام زكام احنا هني نسميها العقاطة أول كلمة صديري 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 احنا عندنا طول عمرك أول قميص نحطه تحت الكندورة نقول هذا صديري كلمة صر 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 يعني أما يعني قبل على كلامه
صر يعني على السر اللي عنده، ولا صر يعني صر شيء ربطه صر، ولا صر صاخ يعني على اللي عنده، ولا طول عمرك صر شيء في ربطه. صر طير، هذا طير طال عمري ما يهاجر، يعني كل الطيور البيض تهاجر إلى خارج الدولة. أسطر أكثر من يعود في أيام الجزر، ونوعه رمادي شوي والبطن أبيض وبيض ما رمائي مسكين. الحين وين طلعوه التراب اللي طلعوه في فضبي في جزيرة من الجزر كمية، هذه يسمونه أسطر، هذا ما يهاجر دائما عدنان ويطيح على الصيد مثل ما يطيح الطير الأبيض. أسطر موجود ولا يبيض بيضتين ولا ثلاث، ما يكون أكثر. كلمة صرمة، صرمة هذه إحنا نموت ونعيش فيها. صرمة هي عبارة عن فسيلة، أو عبارة عن فسيلة تقطع من أمها، فلما أقول لك والله شو عندك أنت معطيني صرمة، يعني قاطعينها من أمها ذي على صغرها، وهي طبعا النخلة الصغيرة أو نقول إيش الفسيلة تفصل من الأم تسمى صرمة. كلمة صف، صف هذا الميدة حد يسميه صف وهو عسمحن، حد يسميه صف حد يسميه غادوف، والمسمين كن قرب يعني غادوف والصف واحد، حد يقول هات الغادوف وحد يقول هات الصف، هذا الصف موجود من الساي. كلمة صفاري، من يظهر سهيل يا وصفاري، تبين سهيل ورعي بالعدل المفروض، ولا زي درع الصيد يقنص مشرابه، هذه سالفة للبدو أول، المفروض أول يعطيه حليب، يوم طلع سهيل حلب أمه ما عاد أعطاه حليب خلاص. هذا طلع من الصفر مثل هالأيام الحين، الصفر بعد القيض يسمونه صفر، الصفر والسهيل متقاربات، صفر حتى يكون الأولين أهل الصفر اللي مولف الناس من الغبيب ومن البلادين، يعني الناس قبل بالقيض هل بحضارة اللي مثلا يصير قيض عمان اللي سير العين اللي قيض عندنا في رأس الخيمة الشمال النخيل غمضة مناطق هاي يقيضون الناس، يوم يهل صفر غبابي يتقفره الشمال يعني بدلته، هل بالقيض بعد راجعين سموا عاد أهل الصفر اللي مولف الناس من الغبيب ومن البلادين. حتى هذاك واحد في الغوص يهم عيد الحج هناك في البحر مساكين، طلعت الشمس صلوا صلاة العيد ونزلوا يغوصون، واحد من الجماعة وياهم خلاص قال أنا أقول حق صاحبه، قال عندي كم بيت من القصايد، قال لي بس ما شو تقول، قال العيد عيدنا وصلينا ما حلا عيد إلا بنياتي في شمل وينضس الزينة، قال لي وين عندنا هنا شمل في رأس الخيمة، رد لك قال لي بيتين، قال لي العيد لا يانا ومر حشابة لا بالعين رينا، العيد خطف يا في ساحل دبي ما هنا العيد في دبي والعيد في شمال، احنا ماشي احنا بننزل يغوصون حمل. هذا الصفر طال عمري ويا حرات فيه السفاري، احيانا حد يطلق عليه انه هو هذا نجم سهيل يعني، وهذا طبعا لما يطلع النجم سهيل يبرد الوشر، وكذلك حتى المياه في الابار ترتفع فوق، وكذلك يعتبر احد موسم من مواسم الفسل او زراعه النخيل، لان السهيل يطلع دائما غالبا في المربعانيه، فهمتني كيف مثلا، ففي وسط عر الصيف فاصل يعني فهمتني كيف، قبل لا يطلع السهيل الماء كله نازل وحراره شديده فهمتني كيف، ومن يطلع سهيل برد ورد الجو وارتفع حتى منسوب المياه الآبار الجوفية ترتفع على ارتفاع تقريبا نصف متر أو أكثر الآبار. كلمة صفد، صفد نوع من المحار، المحار طال عمرك المحار اللي فيه اللولو تي أصغر موجود، أحمد عندنا صفد، الصفد تي عريضة هذه أكثر ما فيها لحم وقليل أن يستوي فيها اللولو، لكن فيها فائدة، الأول النساء يقصون لحياي مالها
مربع هذه الحياي، هاي يسمونه حياي، يقصونه بمسحل، عندهم طريقه فيه مسحل ثاني يحكونه لين يسوون مروه للكحل، ويجي بارد وبعدين يصدر الى الهند. حسب ما يعرفون الاخوه او كبار السن او المتخصصين بغوص يقولون الهند تصنع من عطور والبخور من هذا الصفر، وبيعون بكميه يعني، ياخذونه وياخذون الظفر اللي هو مال التوج، في تيزان فيها ظفر، بعد ياخذون يستعملونه بالعطور. كلمات صفر. صفر طول عمرك كانوا يحلبون فيه، والصفر أصفر لونه غير، ويوم تحط فيه الحليب ولا شيء يقدر يطرفه أسود، نسميه الصفر. والصفر اللي مرة صفر، والصفر وهذا الدق فيه الهواء يسمونه نجر، هذا من الصفر، وفيه طوس يسمونه صفر. ما تقربهن الضوء ولا تقربهن، المعادن غير والصفر غير. كلمات صفراني. صفراني طول عمرك الحوار، اللي صفراني كبير أكبر من خوانه. كلمة صفري أو صفري. هي مربعانية، بعد ما يخلص القيض سمونه مربعانية، خلص القيض سمونه مربعانية. حتى الأولين يوم يشندون التمر في اليربان قالوا خلوا مربعانية، المربعانية التمر اندثر ما يشندون داخل اليراب، خلونه مربعانية يسمونه هذا مربع حق اللي بيون يوم يوم الغوص، خليهم يعني نثر سواء عن جيش حباش أو الولو أو من التمر اللي هو يقاوم للنثر في المربعانية. كلمة صفصوف. صفصوف صغير يعني طير، طير صغير يسمونه صفصوف. صفصوف صفصوف الباب مثلاً، إذا واحد بيدخل البيت باب الحوي فيه صفصوف لا يمين، حط طبعاً يتحرك يسار ويمين، حرك على اليمين سكر الباب، الواحد يبغي يبطل الباب ما يدق الحلاق حتى يصاحب البيت يبطل الصفصوف انفتح الباب. أكثر ما يكون تأكل مساك الأيام يجينا السام من الهند، وبعد عندنا اللي عندنا في النخيل في الأشجار في الأيبال يستوي الغاف السمر الجز يصنعون منه الخشب هاي الكبار. كلمة صفط. هاي صفط يعني عدلت البيت، عدلت الفراش، عدلت المحمل، صفطته هات كذا، أو صفط الفراش عن حد يدوسه هات كذا. كلمة صقر أو صقر. صقر، الصقر ذي اللي يصيد الحباري ويصيد شلونها الشيوخ والعرب هل البر. صقر له شان عند العرب، لقيت وحده مرح مربحة وعيبتني، وكنت نشال الحليب، يوم شفت الحرمة نذاك ساعة سوق سكت السيارة وقالت كذي وطيرت الطاسة فوق راسي، أول شال هني شال الحليب. يوم شفت الحرمة وقفت، يوم وقفت ارتخات ريلي ذي من البريك ويات السيارة، يوم يات السيارة تطير الحليب فوق راسي. والمرة خطفت ما عرفها، قلت حسين قبل من يده ربي عليه غيره، بذاك المال اللي عليها التواصيفي بكتف وردف ومكسياته مياديله وخد اللميعه كانها براقه الصيفي، يا لا شاف فرع له وضاع تفكيره عليها، وقصمان الضماير ملاهيفي، وانا يا وجودي ويد منه غدا طير خفق في الخضيره وظلم الليل ماشي في الطير، يقولون غالي عند رعيه، ويوم قدها بتغيب الشمس افتك الطير، بعدين تحسف ذي رعي الطير، هذه الوصوف اللي فيه.